من أسبوعين تقريباً السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على القانون رقم 183 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 بخصوص قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير. التصديق ده عكس اهتمام القيادة السياسية ببناء الوعي الثقافي والفني للإنسان. بناء الوعي ده لازم يبدأ من مرحلة الطفولة، من النشأة. الحقيقة إن القانون ده ما كانش هو البداية في خطة الدولة الواضحة والقوية لتنمية الوعي الثقافي عند المصريين. حيانو، هذه الخطة بدأت من سنين ولسه مستمرة حتى الآن. ثمارها أيضا ظهرت بشكل كبير جدا في 2023، ومصر شهدت حراك ثقافي حققت من خلاله أهم المحاور الاستراتيجية اللي تضمنتها رؤية مصر 2030. حيانو 2023 كانت شاهدة على افتتاح 18 منشأة ثقافية بتكلفة وصلت ل 262 مليون جنيه، أيضا تدشين 6 مكتبات متنقلة بالمحافظات، 25 ألف فعالية منها 5000 فعالية موجهة لأهالي قرى المبادرة حياة كريمة الرئاسية، وكمان المناطق الأمنة بديل العشوائيات والمناطق الحدودية. كمان في نفس السنة كان فيه اهتمام كبير جدا بمكتبات المدارس والجامعات، واللي تم تزويدها ب 70 ألف نسخة من الكتب، وتنظيم 22 مهرجان دولي ومحلي، بالإضافة أيضا إلى تنظيم 29 مسابقة لاكتشاف المواهب ودعم ذوي الهمم. كمان اتعمل حوالي 4000 فعالية سينمائية ضمن مبادرات سينما الشعب وأيضا السينما في الجامعة. الدولة المصرية كانت حريصة على أنها تحقق العدالة الثقافية. ليه أو إيه الهدف من ده؟ الهدف أنه مصر تقدر أنها تبني إنسان مصري مثقف قادر على مواجهة التحديات المستقبلية. وبالفعل تم دعم الموهوبين والمبدعين، وتعمل برامج متنوعة للتمكين الثقافي لمختلف الفئات. وعشان يحصل التمكين ده لكل فئات المجتمع، اتعمل كمان مشروع اسمه المكتبات المتنقلة، اللي كان ضمن محاور عمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرى الريف المصري، عشان تضمن أنه كل مواطن وكل طفل يقدر يوصل له حقه من هذه العدالة الثقافية. بكل تأكيد مصر قدرت خلال السنين اللي فاتت أنها تستثمر مفردات القوى الناعمة في الحفاظ على هويتها الثقافية، وده كان واضح جدا. والنهاردة إن شاء الله هيكون عندنا فقرة مهمة جدا شاملة فيها عدد كبير جدا من المعلومات والتفاصيل المهمة عن هذا الإنجاز القوي اللي اتحقق في مجال الثقافة المصرية خصوصا في عام 2023. مرة تانية بنصبح على حضراتكم، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.